أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول، سائلة تقول: أم نذرت إذا شفى الله ولدها أن تذبح كل سنة ذبيحة، وشفى الله ولدها وأصبحت تذبح كل سنة إلى أن ماتت، وقبل موتها أوصت ابنتها بهذا العمل، ولكن في السنتين الماضيتين تعسر ذلك على البنت، فماذا عليها؟ البنت ليس عليها شيء، انتهى النذر بوفاة الناذرة، والبنت ليس عليها شيء في ذلك إن كانت تريد أنه وفاء بالنذر. أما إن كانت تريد أن هذه الذبيحة أنها وصية مستقلة يوزع لحمها على الفقراء والمحتاجين من باب الصدقة، هذه يقال لها وصية ولا يقال لها نذر. النذر انتهى بموت الناذرة. نعم.